الكثير من السيدات في مخيمات النازحين شمال غربي سوريا تعرضن للاستغلال الجنسي من بعض عمال الإغاثة، وسط غياب الوعي أو الثقة للبوح بما يعترض طريقهن من تحديات وصعاب. كلمات كتبتها فاطمة، لكنها لم تجرؤ على قولها حتى الآن كي لا يعلم أحد قصتها. نزحت قبل عام من منزلها إلى شمال حلب لتعود أخيرا إلى إدلب وتستقر في هذا البيت المتهالك مع طفلها الوحيد، بعد أن تعرضت لمحاولة استغلال جنسي من أحد موظفي الإغاثة. أخذ رقمي على أساس سجل لي اسمي بالإغاثة، أعطاني أول مرة سلة، بعد فترة صار يطلب مني أحكي معه، وأنا من الحاجة صرت أخذ وأعطي معه، بعدين صار يطلب شغلات مو منيحة، وإذا ما نفذتها راح يحرمني الإغاثة، أنا خفت منه وأخذت ابني وهربت من المخيم. بتهيئة بيئة تمنع أو تحد من موضوع الاستغلال والاعتداء الجنسيين. بعض المنظمات المحلية بدأت باتخاذ إجراءات مكثفة لمحاربة ومنع ظاهرة الاستغلال الجنسي عن طريق تدريب فرق خاصة لمتابعة السيدات اللواتي تعرضن لهذا النوع من الاستغلال. التعامل الصحيح، السلوك المقبول. الاستغلال ناتج عن حالة ضعف للضحية، هذا الشيء ممكن يؤدي إلى انهيار مجتمعات، ممكن يؤدي إلى انهيار هياكل دعم للمنظمات أو إغلاق منظمات. هذا الشيء بيسيء للعمل الإنساني ككل. مفروض أو من الواجب علينا كعاملين إنسانيين، كناس فاعلين في هذا المجتمع، أنه نوضع حد له. طبعا بآليات الإبلاغ، برفع الوعي، بجلسات الأويرنس، بالتدريبات اللي عم تصير. لا إحصائيات رسمية حتى الآن لعدد النساء اللواتي تعرضن للاستغلال الجنسي مقابل المساعدات بسبب الخشية من المجتمع المحيط ونظرته بعين واحدة للمجرم والضحية. تعد مشكلة الاستغلال الجنسي من أسوأ المشاكل التي واجهت النازحين خلال سنوات، في ظل محاولات من قبل بعض المنظمات لتدارك هذا الأمر وإيقافه، لكن القائمين على هذه المشاريع يقولون إن هذا الأمر غاية في الصعوبة بسبب استمرار حركة النزوح وارتفاع نسب الفقر. خالد إدلبي، العربي، مدينة إدلب. وتنضم إلينا من مدينة مونريال الكندية عبر سكايب مزنة دريد، الناشطة النسوية. أهلا بك مزنة معنا. إذا هذه الظاهرة كيف تنظرين إليها، خاصة وأن من يرتكب هذا الاستغلال الجنسي يعني هم من عمال الإغاثة، من العاملين في الإغاثة، لكن هم أيضا من السوريين وبالتالي من النشطاء، يعني من بعض النشطاء السوريين المتواجدين في تلك المناطق؟ أول شيء شكراً على استضافتي ولتطرقهم لهيك موضوع مهم جداً ما تم الحديث عنه بالسياق السوري بما يكفي. وجود الاستغلال الجنسي أو التحرش بسياق العمل الإنساني هو بسبب أول شيء عدم معرفة كلا الطرفين بشو هي الخطوط الحمراء وشو هي الواجبات الحقوق بهي الحالة. فبهن بيعتبروا باستغلال السلطة كعاملين بالحقل الإنساني أنه عادي، هن مبرر لهم العمل القيام بأي سلوكيات للحصول على شيء اللي هن بدهم إياه، لأنه هن بالمقابل عم يعطوا مساعدات إنسانية لهدول النساء. بالإضافة أنه حالة النساء الضعيفة يلي فيها تراكم ضعف كبير بتشجع هدول الرجال أو العمال الصحيين على الاستغلال النساء. في تقرير صدر عن الأمم المتحدة اسمه أصوات من النساء من سوريا ب 2018 كان بيحكي عن حالات اكتشاف استغلال جنسي بمخيم بدما. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بمزنة. مزنة، هل تسمعينني؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنحاول طبعا أن نتصل من جديد بمزنة التي انضمت إلينا من مونريال. إذن مزنة دريد الناشطة السورية وضابطة ارتباط أيضا في منظمة الخوذ البيضاء، لنسألها عن هذه الظاهرة التي بدأت تتفشى اليوم طبعا
في الشمال الغربي من سوريا ظاهرة الاستغلال الجنسي من قبل بعض عمال الإغاثة طبعا لنساء بحاجة لتلك المساعدات، علما أن تلك المساعدات هي من حق النساء ومن حق الأطفال ومن حق كل العائلات المتضررة من الحرب في سوريا والعائلات النازحة إذن إلى مناطق أكثر أمانا إلى مخيمات النزوح. نعم مزنة، يبدو أننا استعدنا الاتصال بمزنة. نعم مزنة، طب كيف يمكن التعامل مع هذه الظاهرة؟ وهل عمال الإغاثة يعني فقط يتسلمون تلك المساعدات من منظمات دولية لها سمعة في هذا الإطار ويقومون بتسليمها للعائلات المحتاجة، أم أنهم أيضا يخضعون لتدريب ما؟ هلا للاسف في هذا السيناريوهات او الانتهاكات عم تكون موجوده حتى ضمن المنظمات الدوليه. يعني ب 2017 طلعت فضيحه عن بمنظمه اوكسفام العمال اغاثه ارتكبوا حالات تحرش واستغلال جنسي ضد اللاجئات بالكونغو، وهذا الشيء عم ينعاد حتى في كل السياقات الاخرى، يعني سواء سوريا او غيرها. أحد أساليب الحد من وجوده هو وجود مدونة قواعد سلوك بالمنظمات بيوقعوا عليها هذول العمال، وبالإضافة توعية النساء المستفيدات من خدمات هذه المنظمة بأنه في حال تم أي مخالفة أو أي انتهاك بحقهم في يكون هذا صندوق الشكاوي او هي الطريقه لحتى انتم تشتكوا عن العاملين بمنظمتنا وغيرها. الممولين كمان بيهمهم كثير طبعا انه ما يكون في وجود هيك انتهاكات، وهي فعليا قاتله للمنظمات، يعني عم بيحطوا عم بيعرضوا عمل المنظمه لخطر كبير. ولكن باكثر الاحوال النساء ما بيخبروا او ما بيحكوا عن هدول الانتهاكات، لهيك ما بيعرفوا الممولين شو عم بيصير. نعم، لكن مزنة برأيك هل 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 ثمة عمل اليوم على الأرض يعني بما يخص هذه الضوابط بما يخص القوانين، خاصة وأنك ذكرتي أنه سبق لفضيحة أن دوت في العام 2017 يعني قبل ما يقارب الأربع سنوات، فأين هي الجهود المبذولة في هذا الإطار، ولماذا بعد أربع سنوات نحن أمام ظاهرة جديدة مع طبعا خجل وخوف لدى النساء من البوح بما تعرضنا له؟ نعم، يبدو أننا أيضا فقدنا اتصال بمزنة. غريبة الاتصالات طبعا بين يعني مونريال ولندن، فمن الغريب أن نفقد الاتصال. يبدو أن ثمة مشكلة في الإنترنت أو مشكلة تقنية ما، سنحاول أيضا أن نعاود الاتصال بمزنة. نعم، هل مزنة؟ نعم، نحاول إذن إعادة الاتصال بمزنة دريد الناشطة النسوية. إذن لأذكر فقط موضوعنا الرئيس اليوم هو تعرض بعض أو الكثير من السوريات في مخيمات النزوح شمال غربي سوريا للاستغلال الجنسي طبعا والابتزاز مقابل حصولهن على المساعدات، إن كان الغذائية أو المساعدات الأخرى التي تخصصها طبعا الجمعيات الدولية لهن ولعائلاتهن في مخيمات النزوح تلك. نعم، يبدو أننا نحاول الاتصال هاتفيا بمزنة دريد لأن الإنترنت يواجه مشكلة ما. طبعا كنت أسأل مزنة يعني ألا تكفي أربع سنوات لزيادة الوعي إن كان لدى النساء وإن كان لدى العاملين في تلك المؤسسات والجمعيات،
خاصة وأن العاملين فيها هم من السوريين وتحديدا من النشطاء السوريين الذين تعرضوا للكثير أيضا من الضغوط خلال السنوات التسعة الماضية أو ما يقارب العشر سنوات. فمن الغريب أن يعني تدوي فضيحة في العام 2017 كما تحدثت طبعا الناشطة مزنة وأن تتكرر هذه الظاهرة اليوم، ولا نعرف إن كانت تتكرر خلال السنوات الأربع الماضية. نعم، إذن يبدو أننا مزنة، هل تسمعينني؟ نعم نعم نعم. إذن مزنة تنضم إلينا الآن عبر الهاتف. مزنة، كنت أسألك، ألا تكفي أربع سنوات طبعا لزيادة الوعي إن كان لدى النساء اللواتي يتعرضن لهذه الضغوط ولهذه الانتهاكات، أو إن كان لدى النشطاء بعض النشطاء أو الرجال يعني الذين يرتكبون هذه الانتهاكات؟ هلا كلا الطرفين من الواعيين جدا فيش عم بيصير، يعني سواء النساء واعيين وعم يتألموا من هي الحالة، ولكن ما في بديل بالنسبة لهم، والخيار التصريح أو الكلام بشكل على بتعرضهم لكثير خسارات، منها مثلا خصيصا أنه نحن بأوقات النزاع بيصير في عنا شيء اسمه تغير الأدوار الجندرية بين الرجل والمرأة، فبتصير هي المسؤولة عن إطعام الأسرة بدلا من الرجل، لأنه شوي في صعوبة بتحرك الرجل بإيجاده العمل بتقبله للواقع، بيزداد حالات العنف، وبنفس الوقت المرأة هي اللي بتاخذ دور إطعام الأسرة وتكون هي المسؤولة عنها بشكل كامل، فلهيك هي ما عندها خيار إنه تصرح عن كل شيء عم بيصير أو تحكي عن كل شيء عم بيصير، خوفا منها لتفقد الوظيفة أو لتفقد السلة الغذائية اللي عندها، خصيصا انه بيتم دائما اللعب على وتر انه العاملين الصحيين عندهم سلطه بيقدروا يحرموا منها هؤلاء النسوه. وبالاضافه كمان فيما يخص العاملين الصحيين، هي فعلا مسؤوليات المنظمات والعامله بالمجال الانساني بانه تعزز من الاجراءات العقابيه بالمنظمات، بالاضافه للتوعيه عن حساسيه الموضوع وعن كيف يتم التعامل معه، لانه حتى اجتماعيا ممكن يكون في فهم خاطئ انه اوكي ممكن انا اذا والله قلت لها انه يعني كلمات ممكن تكون تنعطى او رسائل ممكن تنبعث في خارج اطار العمل وهي ممنوعه، فلازم يتم فيها توضيح ولازم يكون في اجراءات عقابيه فعلا صارمه بهذا الوضع، لانه بس بدنا نتوقع انه بتطلع حالات بتطلع بيظل في وجود انتهاكات في أي مكان، ولكن فعلاً عنا بسوريا هي مرتفعة أكثر، بيظل خصيصاً أنه مخيمات النازحين هي داخل سوريا، فهي لا تعتمد على مرجعية قانونية لدولة معينة، هي بدون قانون فعلياً. هذه خطورة الموضوع، طبعا نتمنى لهذه الظاهرة أن تنتهي لما تشكله من خطر على المرأة السورية والمجتمع والثورة. إذن مزنة دريد ناشطة نسوية وضابطة ارتباط في منظمة الخوذ البيضاء، كنت معنا من موريال، شكرا جزيلا.